أكبر. الله أكبر. قصف قلعة الحصن. في محافظة حمص قريبا من الحدود مع لبنان لم يكن ثمة قيمة تذكر لقلعة الحصن السورية المغرقة في التاريخ والمتميزة بشكل عمراني فريد عندما استهدفتها مقاتلات النظام بعد خروج المنطقة عن سيطرة جيشه، بل ظل يستهدفها بالمدافع حتى أتت على أجزاء منها وخربت مئذنة مسجدها الفريدة. بتاريخ 16/9/2013 تم الاعتداء على مئذنة الجامع الكبير في قلعة الحصن، وقد بنيت هذه المئذنة في عام 570 هجري، وقد بناها الملك العادل حارم الدين قايماز الذي كان حاكما لمدينة حصن الأكراد، وأشرف على بنائها الكيتران عبد الله الأشرفي، وتعد من المآذن النادرة في الشرق الأوسط، حيث يوجد منها في سوريا فقط 4 مآذن، واحدة منها في المسجد الكبير في مدينة حمص. كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قد اعتبرتها قلعة تاريخية هامة لاحتوائها على تراث إنساني عظيم، كما سجلتها على لائحة التراث العالمي إلى جانب 5 مواقع سورية أخرى لتضيفها لاحقا إلى لائحة التراث المهدد بفعل المعارك الجارية في سوريا. يظهر لنا الآن جليا استهداف أحد الأبراج في القلعة الأثرية والذي يدعى البرج الشمالي، والذي استهدفته قوات النظام برجمات الصواريخ. هذه بقايا الصاروخ. من جانبها نصبت قوات النظام مدافع من عيار 57 على قمة جبل السايح المطل على القلعة، وأسندت قيادة القوات إلى بشر فؤاد اليازجي مع مجموعة من الشبيحة المتطوعين من أبناء القرى المجاورة والموالية لنظام الأسد. لم يكن لثقافة هؤلاء أن تعرف قيمة قلعة الحصن أو شيئا عن تاريخها وأهميتها، بل اعتبرتها هدفا عسكريا مشروعا ومعاديا، إذ باتت مع المدينة المعروفة اسمها تحت سيطرة الجيش الحر. أما حجارة قلعة الحصن فقد بقيت لتسجل فصلا من تاريخ حكم مر على سوريا لم تشهد مثله على مدى سنوات عمرها الطويل المغرق في الزمن.